من ضمن الفعاليات بتاعت الندوة الخاصة بالتريدرز والتترات المسلسلات اللي كانت عملتها ستاند باي في ساقية الصاوي، كنت أثرت الجدل بسؤال بسيط جدا. كنت بقول هل الفن رسالة ولا لأ؟ ناس كتير قالت طبعا الفن رسالة، وبعض الناس قالوا لا مش لازم يبقى رسالة، ممكن أكون بعمل عمل فني وخلاص مش محتاج أقول حاجة منه. فمش عارف يعني، أنا كنت أتصور إن أكيد كل واحد بيعمل حاجة بيعملها الهدف. يعني أنت ممكن تكون رسالتك في الـ مثلا المسلسل ده إنك تضحكني، الحاجة التانية ممكن يكون رسالتك في المسلسل ده إنك ترجع عاداتنا وتقاليدنا اللي احنا محتاجينها، ممكن يكون انك تلقي الضوء على حاجة من الحاجات اللي بيتسم بيها الشعب المصري زي المجدعة والنخوة والرجولة. يعني في رسائل كتيرة بتطلع من الاعمال الفنية، خصوصا ان العمل الفني هو عمل يعني يعتبر احد اذرع القوى الناعمة، وده اللي خلى يعني اللهجة المصرية حتى موجودة في كل دول العالم العربي يعني، وخلت تعرفها منين؟ من خلال الأفلام، من خلال المسلسلات، من خلال البرامج، من خلال حاجات كتيرة جدا. فتأثير لا في تأثير جامد جدا للفن، والفن لازم يكون ليه هدف، ليه رسالة، ليه حاجة بيقولها. دي وجهة نظري. أنا عايز أعرف وجهة نظركم أنتوا، هل أنتوا شايفين إن الفن رسالة ولا لأ؟ اكتبوا لي في التعليقات.